بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. اليوم نحن في يوم جديد من شهر رمضان المبارك ومع أسئلة جديدة ومتنوعة، وسيكون محورنا في هذه الحلقة هو حب الناس في شهر رمضان. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ الحمد لله. طبعا مشاهدينا، برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات، وكل مكعب يحتوي على سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول هو: اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ رضا مهدي عصام، عمري 13 سنة، سكني كربلاء المقدسة. المكعب الثاني يطرح عليك السؤال ويقول: في أي مرحلة دراسية؟ بالأول متوسط. أما المكعب الثالث سؤاله: شنو طموحك العلمي؟ طيار. ليش اخترت تصير طيار؟ حلمي أن أسافر أكثر من دولة. تقدر بهاي الوظيفة أو المهنة تخدم زوار أبا عبد الله عليه السلام؟ إيه. شلون؟ تقدر توضح لي؟ أنقل الإيرانيين إلى كربلاء المقدسة يم الإمام الحسين. أما المكعب الرابع يطرح عليك السؤال ويقول: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر الرحمة والخير والبركة. خليك ويانا حبيبي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يطرح عليك السؤال ويقول: شلونك ويا الصوم والعبادات؟ أصوم شهر رمضان كامل وأصلي دائما. المكعب السادس يوجد فيه سؤال، ألا وهو: شلون تشوف حب الناس في شهر رمضان المبارك؟ مثلا إذا أنا متعارك ويا صاحبي أو متزعل ويا، أروح أراضي، أو إذا غلط على واحد أو يعني مسمع كلمة مو زينة فأروح أراضي. المكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول: شلون تشوف الاعتذار، حلو لو مو حلو؟ حلو. وليش حلو؟ لأن أحس أنه الاعتذار شجاعة. المكعب الثامن يطرح عليك السؤال: من يا إمام تعلمت ثقافة حب الناس؟ من الإمام علي. خو توضح لي. لأن الإمام علي يحب الكل ويسامح الكل وما يذي أحد. شكرا جزيلا لك حبيبي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وحبينا بالختام أن نهديكم هدية، ألا وهو حديث من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الكاظم عليه السلام: دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.